تفضلي هذا العقد شوفيه، هذا موثق بالكويت. الله ياخذك الله ياخذك، جانك بتذبحني الله ياخذك. لو أدري كذي والله ما كنت تزوجته صراحة مشعل، وهمني بشغلات كثيرة، ضحك علي أنا وأبوي. إيش قايل لكم هالمشعل بعد إيش قايل؟ قال إنه تاجر كبير وعنده عمارات. بيني وبينك إحنا عائلة فقيرة، سبع خوات، أبوي بعذرة، إذا ما جاب لنا شيء ما رح ناكل، قلنا هذا كنز ونفتح لنا. زين وبعدين؟ صار؟ خلاني بالمغرب وراع الكويت، أبوي اتصل فيه، قال لي خذ معاك عيالك للكويت. وش رد عليه مشعل؟ طبعا رفض. وبعدين صار؟ لما كبروا عيالي لازم يدرسون، قرر انه ياخذنا على الكويت. وش كثر صار لك بالكويت؟ صار لي سنتين. سنتين؟ شلون يعني عايشه سنتين؟ انا حسيت بلحظه انه مش تغير او انه مشغول بشيء او انه غايب عن البيت. شلون يعني شلون فهميني فهميني اكثر، شلون عايشه انت سنتين هني وانا ما حسيت؟ شلون؟ اجر لي شقه بالاسبوع يجيني بس مره. لما قلت له خلينا نشوف اهلك رفض. أكيد أكيد بيرفض أكيد. زين شلون عرفتي مكاننا؟ شلون عرفتي عنوان البيت هذا؟ شلون؟ منو دلش على المكان هذا؟ تخيلي ثلاث شهور مو دافع إيجار، راعي العمارة يبي يطردنا من الشقة. شلون رفعتي السماعة وكلمتي مشعل؟ بعدين قررت إنه أكلم الحارس، هو اللي عطاني عنوانكم، قررت إني أجي